أنا من فلسطين من نابلس ودرست جامعة في الأردن بعدها رجعت كملت حياتي العملية أو بداية حياتي العملية في نابلس لل 2009 بعدين قررت أجي على السويد وعشت آخر 9 سنين هون في السويد في مالمو. هلأ هو كان شوي الوضع في نابلس بمرحلة طفولتي شوي مختلف لأنه كانت بدايات الانتفاضة الأولى وأنا كانت أول طلعتي يعني كطفل صغير ببلش يلعب بالحارة وينزل بس كان هذا الحكي شوي صعب وشبه ممنوع فمعظم نشاطاتي وأنا طفل كانت داخل المنزل أكثر يعني مع أفراد أسرتي ومع العائلة نلعب شدة أو نلعب مع بعض لأنه أنا برضو من سكان البلدة القديمة وكان يعني معظم أحداث الانتفاضة الأولى كان عزها في البلدة القديمة في نابلس أكثر من الأطراف فأنا يعني نشأت وأنا بشوفها يعني كنت أشوف الجنود الإسرائيليين وأشوف كل شيء طول الوقت وأشم ريحة مسيل الدموع يعني أثر في شخصيتي يمكن كثير أو ظل معي لليوم لما بستذكر طفولتي بس مش طول الوقت. I am very very much born in Malmo and also my parents are born in Malmo. And also my grandparents are born in Malmo, and they still live in Malmo. So, you know, we are quite a close family living here. Malmo is a special town because it's very much a border town. It's the bridge to Europe, and it has been that, you know, since the medieval time, since basically the 14th century. So people have moved out and in from Malmo during the whole time. And also ideas came to Malmo. So a lot of also the modern ideas about the modernization of Sweden came from Germany, Denmark to Malmo and then up to Sweden. أنا في مدينة مالمو من سنة 92 تقريباً 26 سنة تقريباً اليوم هجرتي ليست هجرة لظروف اقتصادية أو ظروف سياسية أو بينما هي هجرة تقدر تقول علمية يعني بحثاً عن العلم وبحثاً عن المعرفة وبحثاً كذلك عن التقدم في مجال الحياة أهلي طلعوا تهجروا من جماعة 48 طبعاً أكيد جدي مو أبوي جدي يعني هو اللي طلع إجوا على ليبيا وتجوز جدي هناك تولدت في ليبيا منطقة بنغازي عشت في ليبيا 22 سنة فلسطين صح بالقلب قاعد بشوف الأخبار بتابع شو عم بيسوي الصهاينة الإسرائيلية يعني عودوني أهلي من أنا وصغير أني ما مستحيل أنسى هالبلد وأنا صحيح ما تولدت فيها وما شفتها بس بتضل بقلبي وكنت أشتغل ألمنيوم كان عندي مصنع على قدي صغير أشتغل فيه صنع مطابخ بيبان شبابيك كنت عايش يعني أموري منيحة بس صارت الثورة في ليبيا فهي اللي طرتني خلتني أطلع من البلد انحصرت أنه أروح هيك عليها مسكرة بدي أروح أشتغل ما فيني أشتغل كل شي مسكر في وجهي فيئست قررت أني أطلع باللحظة اللي قررت فيها فعلا بدي أهاجر بلشت أدرس يعني شو المكان الأفضل وشو الوجهة الأفضل إني أهاجر لها وليش يعني ما كانش في أي سبب تاني يمكن ما كنتش أعرف إشي عن السويد قبل ما أجي عن السويد أو حتى يمكن ما كنتش أعرف وين موجودة على الخارطة بس خلاص قررت إنه السويد لأنه أختي كانت موجودة في السويد فتوقعت إنه الحياة راح تكون أسهل بطريقة أو بأخرى إذا باجي على مكان بعرف حدا فيه بعيدا يعني عن الوطنيات وترك الوطن وهاي الأشياء بحكي كشخص عايش في هذا العالم إني أنا قررت أترك هذاك المكان وأجي أعيش في مكان أفضل من عدة نواحي كان قرار جيد أنا بعتبره هلأ إنه كان قرار جيد بعد 9 سنوات Before the Second World War Sweden was the country where people were migrating from. Basically from Scania to Denmark, about 20,000 people migrated from Scania to Denmark. Okay, but after the Second World War, it did change. So
the first migrants or refugees coming to Malmo was those refugees, women coming from the Nazi concentration camps with the white buses in April 1945. So there came a lot of Italians and later on people from Yugoslavia and also from Portugal as labor force coming to Malmo. And then there was the crisis in Hungary in 1956, and there came a lot of refugees from there. And in the 1970s, they came, you know, new refugees to Malmo from Chile, for example, and from Latin America. But they were also very fast integrated. They were also very visible because they came with a lot of new music, food, things like that. أنا لما أجيت على السويد هنا قدمت كلاجئ لاجئ جاي من فلسطين لأسباب إنه العيشة بفلسطين لا تصلح ولكن طلبي رفض عند دائرة الهجرة هون بالسويد لأنه افترضت دائرة الهجرة إنه الوضع بفلسطين آمن وبناء عليه استمرت الرفوض من دائرة الهجرة على مدار سنوات يعني ما كان الموضوع انه رفضوا استمرت وصار في يعني تكون حالة صعبة بيني وبين دائرة الهجرة انه لا ما بدناش نعطيك إقامة وما فيش لك الحق انك تكون في البلد هون وكان من الصعب بنفس الوقت انهم يرجعوني لانه يعني فلسطين بتضل وفلسطين ما فيش فيها مطار فكان صعب جدا انهم يمسكوني ويرحلوني على المطار يعني كان لازم الأردن تستقبلني أو سوريا تستقبلني أو لبنان تستقبلني أو مصر وكان هذا إشي من المستحيل يعني لما جيت على السويد كنت متفائل إلى حد ما لأنه مزبوط ما كنتش أعرف عن السويد ولكن كنت أعرف إنه أوروبا يعني عالم آخر ولا تقارن أوروبا في بلادنا فكنت منتظر إشي كتير كبير وإشي كتير عظيم وكنت جاي على يعني شغل أحسن حياة أفضل هذا اللي أنا طلبته يعني هذا اللي أنا خلاني أترك كل إشي في بلدي ولكن اصطدمت في واقع آخر يعني أنا أول ما أجيت لقيت إنه لا الدنيا مش هيك لقيت إنه في كتير حاجز كبير اصطدمت فيه أول ما أجيت اللي هو حاجز اللغة فصفيت بلشت أحس حالي في البدايات زي واحد أصم أبكم فكانت هاي أكبر عقبة بعدين بلشت ألاحظ إنه في شغل بس مش إلي في شغل لمؤهلات معينة يمكن أنا ما بحملها وأنا كنت عايش في حالة إحباط وفي حالة تعب وفي حالة محاولة طول الوقت إني أدخل وأكتشف هذا المجتمع الجديد اللي أنا انتقلت له واللي كان يعني بشكل معادلة جدا صعبة بالنسبة لي ليش الناس هيك تتصرف؟ ليش هيك الناس تضحك؟ ليش الناس تضحك عايشي ما بضحكنيش وأنا بضحك عايشي ما بضحكهاش؟ وليش الناس بتبكي أو ما بتبكيش؟ وليش الناس بتبكي بهالطريقة وبتعاملوا بهالطريقة؟ كل هاي الأسئلة يعني أثارت عندي فضول كتير كبير إني أفهم شو اللي عم بيصير وهذا كان أكبر محرض بالنسبة إلي إني أقرر أتعلم لغة البلد لأني أيقنت إنه هو المفتاح لكل إشي يعني هو راح يفهمني كل إشي وراح يخليني ساعتها أقرر إذا أنا بصلح إني أعيش هون ولا ما بصلح إني أعيش هون What happened later on was the decline of the industry in Malmö in the 1980s. The difference between that wave of refugees and the refugees coming before was there were no industries anymore. That created, of course, a new situation, but it was basically not a big problem. It was other political parties making a big problem out of that. So the difference is basically that there is, a quite big anti-immigrant party today, which didn't exist before.
كان إلي ملجأ يعني يمكن هاي جزئية كتير مهمة لازم أحكي عنها اللي هي تعلم الموسيقى أو تعلم آلة العود لأنه هاي يمكن برضو كانت طوق نجاة بالنسبة لي لأنها إجت بظروف كتير صعبة أنا كنت بعيشها فلما بلشت أتعلم على آلة العود وحبيت كتير الآلة بلشت تطلعني من كل الجو اللي أنا فيه يعني بلشت تقعدني مع حالي أكتر يعني هيك يعني بنت لي عالم الصغير يعني أنا وهاي الآلة وإني صرت أقضي ساعات كثير معها فالوقت اللي خرج فيه يعني خرجت هاي الهواية للعلن صارت تشغلني أكتر يعني صارت الناس زياني أعزف بأماكن في محافل فصار الموضوع ياخذ بناحية تانية يعني إنه آه والله تعال اعزف لنا هون ماشي تعال اعزف لنا هناك صارت الناس تعرفني شوية على مستوى مالمو يعني صرت أنا كمان أحب أعزف للناس صرت ألتقي في موسيقيين تانين وأعزف معهم صرت أحاول أشارك هون وهناك بنالي هذا جو جديد يعني خلق لي عالم صغير من العدم يعني أنا كنت شو قبل ما أمسك آلة العود أو قبل ما أعمل كل هاي الأشياء كنت مجرد أني لاجئ وبنتظر دائرة الهجرة أنها تعطيني قرار جيت من ليبيا من بنغازي لإيطاليا بالبحر طلعت بقارب صغير أنا مجموعة ناس كتير يعني ما بعرفها تعذبنا لو وصلنا بالطريق لقونا في نص البحر لقونا غفر السواحل الإيطالية عذبونا شوي ثلاث أيام عدنا محن في المي وبعدين أخذونا شو على اليابسة نزلونا ومن نزلونا أخذوني على جزيرة اسمها سردينيا سكنت فيها شهر وبعدها قررت أني أطلع السويد قدمت لجوء خلوني أنطر سنة وثمان شهور وردوا علي برفض أجا بعدين قدموني 30,000 قالوا لي ترجع لبلدك لهم أنا ما عندي بلد هم طالبين مني أني أنا أجيب لهم شي دولة عربية تستقبلني ما في دولة تستقبلني لأني أنا فلسطيني فقلت لهم لا طعنت بالقرار رجعت كمان استنيت 6 شهور قدمت لهم باسبور شهادة ميلاد رخصة السواقة شو ما بدأ جبت لهم أخذت رفض الثالث فمنعوا علي سكن ومعيشة ومصاري وكل شيء ما عندي أي شيء ما عندي حق أعمل أي شيء وكتبين لي أنه أخلي السويد يعني صارت بالنسبة لي زي الحبس قاعد بحبس بس لو قاعد بالحبس كان أحسن لي في من يأكلني في من يعني وين ما أحط راسي أنام بس هلأ ما في مكان كل يوم تلاقيني نايم مكان عندي لا كارت لا ضمان صحي عايش بالشوارع كل يوم مثلا بشوف شاب بتعرف عليه بروح بنام عندي ليلة عرفت اليوم بنام بالمحطة وكل ما اروح على دائرة الهجرة ما بتساعدني تقولي خلص انت ملفك السكر عنا خليك برا فرجعت رحت عند البوليس انه بدي يعمل لي حل بس لقيلي حتى مكان منامي انا وصاحبي اللي معي ففوتت عند البوليس قلت له إنه قصتي أنا لاجئ صار لي 4 سنين في البلد ما عندي مكان ما عندي أي شيء أنا الطريق هاي هتوديني للسرقة أسرق أقتل أعمل كل شيء فالبوليس بكل بروده عم بضحك معي بقول لي نحن ما دخلنا بينك وبين دائرة الهجرة
يعرف من هو السويدي لا يجب أن يعتمد عن العرق أو عن اللون، يجب أن يعتمد عن قضية المشاركة في المجتمع وقضية ما يقدمه المواطن. فيدخل في تعريف المواطنة من هو المواطن الأصلي والمواطن الغير أصلي. فهنا المواطن هو الذي يشارك في 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 ازدهار المجتمع وفي في في تطور المجتمع. وهنا نعرف السويدي. أنا طول الوقت يعني طماع هيك إنه بدي صخب أكتر في الحياة، يعني بعرفش أنا بحبش البيت، يعني أنا البيت الإشي الوحيد اللي بعمله فيه بنام وبطلع، يعني بس بطلع الساعة 8 الصبح منه وبرجع الساعة 11 عشان أرد أرجع أنام. فقررت حتى إنه أصنع آلة العود الخاصة فيي، فروحت استعرت ورشة من مؤسسة معينة كانت موجودة هون وممكن توفر هذا الإشي، وقررت إني أصنع آلة العود من ولا إشي. فصنعت آلة العود وبرضه هذا بحد ذاته شغلني، وبحد ذاته عمل برضه يعني خلى فيه إنه إشي جديد كتير جديد وكبير فات على حياتي، يعني غير حياتي بطريقة كتير غريبة. إنه صناعة العود وأخذني الموضوع وقت، أخذني 7 شهور لعبين ما درست طريقة، يعني أنا نجارة ما بعرفش أعمل، أنا بعرفش أدق مسمار في خشبة، صنعت عود كامل. مش لإشي، مش لأنه قدرت، يعني مش لأنه مثلا كان موضوع خارق، لا، بس لأنه يعني حبيت أخذ موضوع بشكل تسلسلي. فدرست كيف العود بنصنع، روح جبت الخشب، التقيت في واحد نجار فهمني الواحد كيف بيستخدم الآلات تبعت النجارة، فقدرت أصنع هذا العود. I think that is, you know, they use other things to create some kind of image of the refugees. What has happened during the last 20, 25 years is that there has been a quite strong, or it's for 30 years, a very strong neoliberal politics. Those social welfare systems which should secure your safety in the society has been taken down piece by piece by piece in basically all the countries, also in Sweden. That has hit those people who are, you know, who are frightened to be unemployed, to have been unemployed, and you know, the benefits are not like you got before. You don't get that help that you got before because the taxes has all been taken down. And you can use this situation when people feel insecure to say that's, you know, without the immigrants you would have a quite a better living, but that's not true. It has nothing to do with that, but that's, you know, how they make the politics. بعد ما وصلت لهاي المرحلة اني شاغل حالي في كتير اشياء ما بين عزف وصناعة وتعلم اللغة السويدية وأنشطة هون وهناك، إجاني شغل بالصدفة يعني عن طريق أصدقاء، أشتغل كمعلم بديل في مدرسة للغة السويدية لأنه في واحد كان غايب. ولحسن الحظ هاي المدرسة كانت شوية يعني يسارية، فاشتغلت في المدرسة لمدة 2 أسبوع كبديل، ولكن قدرت أبني علاقاتي داخل المدرسة فقدرت أبقى في الشغل يعني لفترة طويلة لحد ما تثبتت. وبهالطريقة قدرت أحصل تصريح الإقامة، لأنه الهجرة ضلت رافضة لحد السنة لحد هاي السنة، يعني أنا أخذتها بشهر 3 الإقامة، فهي فعلياً من 2009 على 2000 لآخر رمق الهجرة ضلت رافضة أنها تعطيني أنا كفلسطيني الإقامة في السويد، لحد ما أنا قدرت أحصل هذا الشغل وأقدم إقامة عمل بدل ما تكون إقامة لجوء. ما في استقرار، ما
ما فيك تطلع تتجول كتير بتخاف من البوليس يمسكك وبشوفوك يعني دغري بوقفوك إذا ما لقوا عندك وراء هياخدوك بفكروك شي مجرم أو بفكروك شي أنه مثلا بدك تعمل شي بالنسبة لي صار السجن كتير سجن ما لا فيني أطلع لا فيني أفوت فكر أني في بصير عندي وراء بصير هاي أنه هذا وطني زي العالم بس طول ما أنا هيك ما هاي بلدي ما هاي هي اللي بدي إياه ما 4 سنين راحوا من حياتي هيك صار عمري 26 سنة هلا ما في حدا سألان عني وأنا ما فيني أعمل شيء لنفسي وكمان لعب دور اني انا اندمجت انا اندمجت كثير في المجتمع السويدي وكان هذا الاندماج له ثمن يعني ما كانش ببلاش انه عشان انا اقدر اندمج كان لازم اطبع شوي في طباع اهل البلد انه اخذت مني اشي حميمي يمكن بفتقده بعض الاحيان ما عنديش الحميميه نفسها اللي انا كانت عندي قبل ما اكون هالتسع سنين في السويد من سوريا من مدينة اسمها مالكية أو بالكردي نقول دارك صار على الحدود بين تركيا وعراق وسوريا كنت أدرس بحلب كلية العلوم جيولوجيا بالسنة الثالثة صار قصف على الجامعة كنت قريب من مكان القصف كلية العمارة فوقت امتحانات فصل أول ما قدمته أهلي ضغطوا علي رجعت على البيت طلعت السنة بالبيت سنة بعد طلعت على تقية سويت انتقال درست تقية سنة ورجعت بدي أطالع جواز سفر لأنه يعني بعرف يعني البلد ما ضل فيها فرص يعني وين ما تروح في حرب وقتل ودمار كنت مطلوب للجيش وكردي أنا يعني بتعرف الدواعش والأكراد يعني الوضع بينات كان كتير 2014 وقته الوضع كان متأزم كتير أبي كان مريض وقتها ب 2014 فطلعت تركيا وأنا طلعت تهريب ولحقته وضلينا فترة هنيك أبي طبعا توفى الله يرحمه أنا ما رجعت ضغط من أهلي وكذا كملت طلعت لبرا من تركيا وصلت لهم أنا بصراحة ما كنت جاي لهم كنت طالع على أساس نكمل على الدنمارك بس ما سقطهم الحمد لله يعني مبسوط هون العالم منيحة ونسبة العنصرية قليلة يعني على الأقل المكان اللي موجود فيه أنا يعني نادرا ما التقي بشخص عنصري يكون نمساوي الأصل Ich bin in Mönchhof geboren. Das ist 17 Kilometer von hier entfernt. Und ich habe nach Nickelsdorf geheiratet, vor 25 Jahren. Nickelsdorf ist ein Grenzort, liegt ganz an der ungarischen Grenze. Nach Nickelsdorf aus, es ist der Osten. Es ist eine Seite nicht Österreich mehr. Ne? Das ist, auch wenn die Grenze offen ist, bleibt es nach wie vor der Osten zu Ungarn.
Es ist, man hat keinen Nachbarn aus Österreich daneben. Ich war früher im Verkauf in der Textilbranche und dann habe ich die letzten 10 Jahre die Frühstückspension geführt, hier in diesem Haus. Und dann hat sich die Familie entschlossen, 2015 Asylwerber, Flüchtlinge einzuquartieren. Und ich bin ganz einfach in das hineingewachsen oder hineingestolpert. Guten Morgen! Aufstehen, Sohel, Schule! أشتغل محاسب موظف موظف دائرة حكومية بس هربنا بسبب الحرب من 2014 بالشهر الثاني طلعت من الرقة باتجاه تركيا عشت بتركيا سنة بأربع شهور بعدها 2015 اجيت على أوروبا بالشهر السابع تقريبا طبعا هالفترة عيلتي كانوا بسوريا فطلعت هيك شفت انه في كثير عالم تجي على اوروبا فصرت اطلع بالانترنت اي هي بلد حلوه للعيش باوروبا فطلعت انه النمسا بلد حلو في ناس اجتماعيين فقررت اجي على النمسا طبعا بعد ما فقدت الامل من الرجعه على سوريا ولا بصراحه انا ما كنت حابب اجي على اوروبا كنت حابب ارجع على سوريا سوريا بلدي بلدي اللي تربيت بيها وعشت بيها وهناك اهلي وناسي واصدقائي فطبيعي يعني كل إنسان يحب بلده والغربة بشكل عام هي حلوة مش ما كان الإنسان مرتاح إن كان بتركيا ولا بأوروبا ولا بأي مكان بالعالم يظل عنده شيء اسمه حنين للوطن طبعا إحنا بالعمر هذا أما الأطفال الصغار يجوز يتربوا يعيشوا هين ما عندهم شيء اسمه حنين بس إحنا شما صرنا هين شما كبرنا بالعمر يصير عندنا حنين أكثر لوطننا وأنا بشكل عام أحكي عن نفسي طبعا أحب بلدي يعني كثير بلدي اللي تربيت بيها اللي عشت بيها هلا انا بشتغل بالبار طبعا مبسوط كثير هنيك مع الشيف هنيك وكل ما صارت عجقت شغل اكثر هنيك بنبسط اكثر تقابل مع الناس تختلط فيهم تحاكيهم يعني اقل شيء تتحسن اللغه عندك كثير يعني اهل القريه وقت يجوا يقعدوا معك تحس حالك انك موجود انك خلقان بهالقريه ما يحسوك انك غريب دائما يحاولوا يساعدوك يدلوك على الطريق الصح هلا نيكلسدورف أنا بصراحة ما كنت أعرفه إجا ابن خالتي وقت ما فتحوا الحدود وقت فتحوا الحدود هو إجا على الكام كمان فرز لهون على نيكلسدورف فرز لهون وأخذ إقامته وصار يشتغل هون وهو اللي قال فرصة الشغل هون جيت تعرفت على هانس فال هلا أنا بصراحة يعني ما توقعت أبداً أشوف هيك شخص في حياتي يعني شخص بعيد جدا عن العنصرية وشايف الدنيا كتير ولافف يعني تقريبا أغلب دول العالم يعني مختلط مع الفقراء مع الأغنياء مع الكل I was born in a farming house in Nickelsdorf in the bed of my mother no hospital so and I was a very It was a very easy birth for my mother. The troubles came afterward when I was growing up. I grew up here in Nickelsdorf. Yeah. My father was a farmer and I grew up with a lot of animals, with horses, with pigs, with cows, with chicken. Mm-hmm.
when I was 18, when I finished school, I couldn't, even before, I couldn't stand it anymore because I had other ideas. I was always looking beyond the horizon. I wanted to see the world. I was in the late, after the 68 period, where I was influenced with 14 years politics and student revolution. So I was reading books like philosophers, Jean-Paul Sartre, was 15, 16 years old, and the Franz Fanon was 18, and all this third world literature and philosophy and Karl Marx. And then later, when I started the restaurant, because my mother was so afraid that I'm vanishing somewhere in the world and never come back. So my mother opened me the chance to open this restaurant here. At this time, I was already influenced by jazz music, Miles Davis. And my mother wanted to make me stay at home. She said, You're not studying, you're not working, you do nothing, only traveling, working there a little bit, working there on construction jobs, working on this. And she said, okay, we can renovate this building and you can take it over. And I said, okay, but I have some ideas that I can do. I can open a music club with live music and I will never enter the kitchen. I make the bar, I make the club, I make the shopping and things like that, but I don't want to work in the kitchen. That's not my job. And after two months, it was 1976, I was 22 years old. After 2 months, I had a cook, and he was too much drinking and not punctually in coming to work, so I kicked him out. Then I had no cook, so I had to go to the kitchen and start by myself. And since that, I'm working in the kitchen since 40 years. Zu Beginn hatte ich nur zwei Nationen, Syrien und Irak, und jetzt mittlerweile habe ich 5 Nationen im Haus. Es ist nämlich zu Beginn schon ein bisschen, nicht schwierig, aber ein bisschen muss man sich erst einfühlen. Es ist doch in jedes Land ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass ich ein hilfsbereiter Mensch bin, schon immer. Und wie sich unsere Familie entschlossen hat, Asylwerber einzuquartieren, war es für mich selbstverständlich, dass man sich um die auch kümmern muss. Und dadurch, wie ich sie das erste Mal gesehen habe, sind 16 Personen am ersten Tag gekommen, lauter junge Männer. Es war sofort so ein, weiß ich nicht, so ein Helfersyndrom hat sich da entwickelt. Oder so ein, ich will nicht sagen Mutterinstinkt, weil das wäre vielleicht schon ein bisschen zu viel, oder? Nein, nicht. Ich kann das nicht erklären. Das hat sich so ergeben. Ich fühle mich ein bisschen auch verantwortlich, dass man sie unterstützt und ihnen auch helfen kann, hier sich zu integrieren und etwas zu lernen.
living in a small border town, and this was always what makes me also looking beyond the borders, beyond the walls. See what is behind, what is behind the next hill, what is behind the next hill. So and we were always cut up, you know, with the Iron Curtain after the Second World War. So there was this iron fence. I still remember when there was exploding, they had all this fence where they had landmines in it. And when we were working on the fields, direct on the border, and there was sometimes explosions when an animal, you know, went through the fence and they were bum, bum. So in this refugee crisis, many, many years later, I'm talking now about the 1960, 1965 or so, when there was still the Russian soldiers at the border controlling with their machine guns. And the 2015 and now, even now, 2018, when they're trying to put up fences again, you know, and stopping people to come in. That reminds me on these times when there was really the Cold War, and in the 60s, and all these fences around us, 5 kilometers from here, Hungary, 6 kilometers from here, Czechoslovakian border. And it was like, you can never cross them. It was two different worlds, and now it's even worse. And now we are living in 2018, and this world is going down. The politicians are so stupid, and I don't know what they are afraid for. Why they are afraid of people? I don't care about the religion, and I believe in every religion. Every should be equal. Valued. I don't ask where somebody is from. We are all from one planet, and it should be equal rights for everybody. Ich habe zu niemandem gesagt, mich Mama zu nennen. Ich sage zu jedem, der kommt, mein Name ist Marianne Falb. Ich werde auch oft gefragt, ob ich oder unsere Asylweiber ein Problem mit mir haben, weil ich eine Frau bin. Ich glaube, wenn sie mich als Mama sehen, gibt es keine Probleme. Die Mama ist immer eine Frau. Also wir haben keine Probleme mit zusammen. Aber Es ehrt mich natürlich, wenn sie zu mir Mama sagen, weil sie schon ein gewisses Vertrauen auch zu mir. Aber es würde mich auch nichts machen, wenn sie nur Marianne sagen oder Chefin sagen oder egal, wie sie mich nennen. Aber ja, Mama ist natürlich schön. لأن هي كمان مريضة سكري وكذا عندها كذا مشكلة بعدين بشوف أخبار كذا شوف جديد الأهل المنطقة إنه كيف وضعهم بحكم إنه نحن قرابة حدود تركيا أحيانا يصير حالات قصف كذا إنه إيش عم يصير هنيك هلا
Integration bedeutet für mich, wenn ich es sehe für unsere Asylwerber, dass sie so schnell als möglich Deutsch lernen, dass sie ein bisschen unsere Mentalität zu verstehen lernen, so schnell als möglich, bezüglich Pünktlichkeit. Das ist für mich immer ein großes Problem. الواحد يتعلم لغة لازم الواحد يشتغل لازم يربي الواحد أولاده اللي على التربية اللي ترباها بسوريا لأنه شما كبروا الأولاد هنا لازم يظلوا ما يعتبروا حالهم يعني أوروبيين لازم يعتبروا أنه جذوري من سوريا مشان يعلموا أولاده بعدين لأنه هذا جيل لازم تعلموا على الصح هلا مفكر انه اسس شغل خاص فيني هون يعني مو على المدى القريب يعني سواء سنتين ثلاثه لعشر سنين يكون شغل خاص فيني الي وبعدين اذا تحسن الوضع بسوريا يعني مفكر بالراجع اكيد ما راح اضل هون للابد يعني What I learned most on the road is first of all to get along with all the people you meet, to be patient, to be quiet, to wait, understanding of that every culture has its rights to survive and not be distinguished. Or culture is never dangerous. If you're educated and if you understand other cultures, you don't let yourself be oppressed.